قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة وعدد من المسؤولين بالهيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع محطة التبريد المركزي في منطقة خليج البحرين وجرى خلال الزيارة الاطلاع على التقنيات المطبقة في المحطة وتفقد ما حققته هذه التقنيات من وفورات في استهلاك الطاقة المستخدمة للتبريد خلال الفترة الماضية من تشغيلها، حيث يشكل التبريد التقليدي حوالي 60% من الاستهلاك الكلي للطاقة في المباني والمنشآت خلال فصل الصيف. وتقدم تقنيات التبريد المركزية المطبقة أحد أكثر الحلول ريادة وإثباتا عالميا في مجال تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة في عملية تبريد المباني والمنشآت وتقوم المحطة حاليا بتزويد خدمة التبريد المركزي لعدد من المباني والمشاريع الكائنة في منطقة خليج البحرين وبهذه المناسبة صرح الدكتور ميرزا ان هيئه الطاقه المستدامه تعمل بخطى حثيثه لتحقيق الاهداف الوطنيه التي اعتمدتها الحكومه الموقره في مجال كفاءه الطاقه وترشيد استهلاكها وتأتي تلك الأهداف الوطنية انطلاقا من اهتمام القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتشجيع الاستفادة من الطاقة المستدامة والنظيفة من أجل التنمية الشاملة والمحافظة على الموارد الطبيعية